أخبارنا المحلية مع مجدة. مجدة مساء الخير، مرحبا، أهلا. مساء النور هارون، شكرا تفضلي. لك. شكرا مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المحلي، والبداية بالقطاع التربوي. سويعات قليلة تفصلنا شهادة البكالوريا، وضع تلاميذ الولايات الجنوبية أمام تحد في ظل نقص الإمكانيات وارتفاع درجات الحرارة ومشقة الصيام. المزيد ما في هذا التقرير. امتحانات جزئية لمترشحي شهادة البكالوريا هو ما أعلنت عنه وزيرة التربية الوطنية بعد تسريب المواضيع الذي وقع في الدورة العادية. المترشحون بالجنوب يرفعون التحدي لمراجعة دروسهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة. كملنا البكالوريا، طحنا المورال، ما كناش رايحين نعاودوا نراجعوا، ونشكر بعض الاساتذه زعما طلعوا لنا المورال وعاودنا رجعنا المراجعه ولا نراجعوا الحمد لله. نحضروا لها بكل ما استطعنا، رانا نراجعوا ونتقابلوا مع جماعه نراجعوا بخطره، ورا التراويح ومرات الصباح. الظروف المناخية القاسية جعلت المترشحون يتخوفون من تأثيرها على سير الامتحانات، فيما يؤكد مدراء التربية على أن جميع الإجراءات قد اتخذت لضمان السير الجيد للامتحانات. درجة الحرارة في أغلب الأيام تجاوز 50 درجة. نتمنى أن وزارة التربية تأخذ بعين الاعتبار المناطق الجنوبية. كان ماذا بينا بعد ما دام درس الدورة الاستدراكية كانوا يدوا بعين الاعتبار الظروف نتاع اهل الجنوب، كيف الحراره مثلا 48 درجه غير تحت الظل، يعني في الشمس هذاك راه شيطان. تغلبنا على مثل هذه الصعوبات بتكييف الحجرات وحتى المراقد والمطاعم لتوفير جو ملائم لابنائنا في الامتحان في ظروف مريحه. الارتفاع الجنوني لدرجات الحرارة في الجنوب خلال فترة الامتحانات الجزئية يبقى هاجسا أمام المترشحين في ظل غياب التكفل بهذه الفئة. استحدث بولاية خنشلة مركز متعدد الخدمات لحماية الشباب من ذوي الجناح والتكفل بانشغالاتهم. المركز تدعم بأحدث الوسائل والتقنيات لضمان الراحة لنزلائه. التقرير لعمر عمري ووردقشيش. المركز المتعدد الخدمات لحماية الشباب بخنشلة واحد من بين المؤسسات المهيكلة حديثا تحت إشراف قضاة الأحداث. هذا المركز الذي يعكس جانبا من الاهتمام الذي تبنته الدولة الجزائرية بمؤسسات ومراكز حماية الأحداث لذوي الجنح. من أسباب الانحراف هو عدم وعي الأسرة أثناء بناء الأسرة، كيف يربى الطفل، كيف نهتم بالطفل، كيف نصل بالطفل إلى أن يكون راشدا سويا. المركز دعم بأحدث التقنيات والمرافق البيداغوجية والصحية، إضافة إلى طاقم مؤهل وكفوء من المرشدين قصد التكفل التام بوضعية الجانح. ما اسمه انيسياسيون اون انفورماتيك، اسمه مبادئ أولية في الإعلام الآلي، أن نبداو باريزومبل من الزيرو، اسمه نحاولوا ندمجوا الفئة هذه، ندمجوهم في عالم الإعلام الآلي. أنا ملعب كرة القدم. وعندنا نشاطات، يعني نمشيو لي سونتر بزاف، نديو معاهم مقابلات. التكفل داخل المركز عندنا الاحداث المدمجين، متابعه الاحداث المدمجين سواء في المدارس او في التكوين المهني. انشاء مثل هذه المراكز في ولايات اخرى سيسمح بالتكفل الاحسن باصحاب الجنح وحمايتهم من الافات الاجتماعيه. ختام الموعد المحلي، شكرا لكم على طيب المتابعه والاصغاء. عوده لك هارون.